طيب هنروح لكرة اليد، الكرة الطائرة سيدات، وغدا يتجدد الاصطدام بنادي الزمالك في الكرة الطائرة سيدات، ولكن هذه المرة في صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك في ميتاب. طب هتقول لي يا كابتن ليه الماتشين جم ورا بعض؟ اقول لحضرتك ليه جم بسرعة، يعني لسه الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي بعده او بكرة على طول المباراة. هقول لك لان المباراة الاولى اللي كانت في الصالة اللي دي لقطات منها كانت مؤجلة من الجولة الثانية وتم تحديدها بعد انتهاء مباراة الجولة الأولى. فده ماتش الظهور، أنا آسف ده ماتش الظهور. مباراة الزمالك كانت من أسبوع تقريبا، وكانت يوم الاثنين اللي فات، وكانت في الجولة يعني بعد انتهاء الجولات الأولى، اتلعبت الحقيقة بعد نهاية الجولة الأولى. وبعد ما جينا مباراة الذهاب، جينا الجولة الثانية بقى ومباراة العودة هي تاني جولة. فكان لعبنا الظهور امبارح أولى الجولات وفزنا الحمد لله بنتيجه كبيره، نتيجه 3-0 3-1 انا اسف، واتلعبت الصاله على المباراه على صاله الشهداء، ودي لقطات منها. والمباراه بتاعت الجوله الثانيه هتكون بكره باذن الله مع نادي الزمالك، ان شاء الله كلنا ثقه بالفوز بكره باذن الله. كاميرا الابطال كانت موجوده في مباراه الظهور اللي انتهت بالفوز 3-1، صورنا التقرير ده مع اللاعبات والجهاز الفني، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع ليكم تاني. النهارده كنا حابين نوزع الحمل على كل اللعيبه ونشارك كل اللعيبه، عشان عندنا كمان يومين ماتش الزمالك برضه مباراه قويه. فيعني لعبنا كل الناس النهارده، في ناس لسه مرهقه شويه، في عندي اصابه ساره امين برضه او عنصر مهم النهارده مصابه مش موجوده، بس هتكون معانا في ماتش الزمالك. فان شاء الله باذن الله يعني قدرنا النهارده ان احنا ما نجهزش الفريق قوي، والشوط الاول حصل بعض التراخي، بعد كده عملنا التغييرات بتاعتنا والحمد لله الفريق رجع. فريق الزمالك دعم فريق كويس قوي برضه، وهيبقى مباراه برضه زي الدور زي المباراه اللي فاتت ويمكن اقوى كمان ان شاء الله. اكيد طبعا احنا داخلين معسكر ان شاء الله باذن الله استعداد للمباراه، للتركيز ومحاضرات وفيديو، يعني هنعمل الشغل اللي احنا بنعمله في المباريات الجامده كلها، وباذن الله اللعيبه تبقى مركزه ويبقى في ريكفري النهارده ان شاء الله باذن الله اللعيبه، بحيث ان هي تستعيد البدنيه بتاعتها ويبقى جاهزين ان شاء الله لقاء الزمالك. الحمد لله طبعا على الفوز. فريق نادي الزهور من اول السيزون هو عامل ماتشات كويسه حتى مع الفرق القويه، يعني عمل معانا ماتش كويس في الدور الاول، قدرنا الحمد لله نفوز عليهم على ارضهم 3-0، لكن الماتش كان نوعا ما كان قوي غير كل سنه. فريق الزهور السنه دي يعني بيأدي بشكل كويس، حتى لما لعبوا الزمالك كان الماتش مقفول، والنهارده أدوا بشكل كويس جدا، يعني حتى الجيمات اللي احنا خدناها هم كانوا يعني مأديين بشكل كويس. فنادي الزهور اعتقد ان هو في تحسن كتير السنه دي، عشان كده الماتش كان مقفول شويه، بس الحمد لله ان احنا قدرنا يعني نسيطر على الماتش الحمد لله. احنا دلوقتي في المجموعه، فمثلا يعني معروف دايما اللي بينافسنا في المجموعه دلوقتي نادي الزمالك، يمكن بيكون ليه تجهيزات تانية شويه عن بقيه الفرق، لكن احنا طبعا داخلين لكل فريق عاملين حسابه وحاطين المكسب قدامنا. بنستعد دلوقتي لماتش الزمالك يوم الاثنين، هيكون على ارضهم، فبنستعد خلاص من النهارده. احنا قفلنا كل صفحه الماتشات اللي فاتت دي كلها، وبنبتدي ان شاء الله من النهارده بالليل بنستعد ان شاء الله لماتش يوم الاثنين. هو يعني الطبيعي بعد اي ماتش جامد بيبقى المستوى كده شويه، وبصراحه احنا النهارده المفروض هنعمل بعد الماتش ريكفري عشان بقى نستعد بقى لماتش الزمالك الجاي ده، بس ده حاجه طبيعيه جدا بالنسبه للماتشات يعني بس هو مش مستوانا، بس ده دي حاجه طبيعيه يعني. بصراحه طبعا هي اي تغييره كابتن حمدي بيبقى يعني بيعملها بيبقى عامل حسابها كويس قوي، وعارف مين مصاب ومين مش قادر ومين شادد، ومثلا مين كان عنده جامعه الصبح تعبان، يعني كل التغييرات كابتن حمدي بيعملها بتبقى في وقتها. بصراحه احنا بنتمرن من ساعه الماتش اللي فات، قفلنا خلاص الصفحه بتاعه الماتش، وبنتمرن بقى للماتش اللي جاي، بنتمرن على اخطائنا وبنتمرن على ازاي نلعب قدام الفرق اللي قدامنا بالنسبه للبلوكات والديفنسات، فاحنا مستعدين كويس جدا يعني. مجلس الاداره والمدربين والجهاز الفني احنا مش علينا اي ضغط خالص، بالعكس احنا بنلعب لعبنا عادي وماتش زي اي ماتش، هي بس بيبقى الموضوع بيبقى نفسي شويه ان هو في ناس من صحابنا راحوا الفرقه الثانيه، بس يعني بنحاول نقدر نعمل علينا يعني. الحقيقه التقارير دي بتبقى فرصه كويسه عشان نعرف الفريق اخباره ايه يعني من اصحاب الشأن نفسه. فطبعا زي ما حضراتكم شفتوا كابتن حمدي الصافي اتكلم بكل وضوح، قال لك النهارده انا عايز اشارك اكبر عدد من اللاعبين عشان ما يحصلش عندي او اللاعبات طبعا عشان ما يحصلش عندي اجهاد لمباراه الزمالك القادمه يوم الاثنين. وكمان يعني قال لنا ان ساره امين ما لعبتش، واحنا كنا بنتساءل حتى، قال لك لا بس اصابه خفيفه واكون جاهزه للمشاركه في طبعا ماتش الزمالك القادم، يعني طمنا على الفرقه بشكل جيد. يمكن الفريق عنده مشكله شويه فنيه، واكيد كابتن حمدي الصافي هيشتغل عليه، وهي الشوط الاول. واضح ان في ماتش الظهور زي ما حضراتكم سمعتوا ان الشوط الاول برضو يعني حصل هزه في الاداء، ولكن
الثلاث شوط بعد كده فاز بيهم النادي الاهلي. يمكن الشوط الاول محتاج، يمكن هل التشكيله، هل البدايه، هل التسخين، يعني اكيد كابتن حمدي الصافي هيشتغل على الموضوع ده، لان هو زي ما حضراتكم شفتوا ماتش الزمالك وتابعتوه على شاشه قناه النادي الاهلي، الشوط الاول دايما بيكون فيه هزه، الثاني والثالث والرابع بتبقى الدنيا زي الفل. فاكيد ان شاء الله هذا الموضوع يعني هيتم العمل عليه وعلاجه بشكل جيد.